بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بعرف على نفسي الدكتور لؤي أبو سعود، قسم السياحة والآثار جامعة النجاح الوطنية. أعمل ضمن فريق مساق اكتشف فلسطين. موضوع محاضرتنا اليوم راح يتناول اللي هو علم الآثار الفلسطيني. تعود بدايات الاستيطان البشري في فلسطين إلى حوالي أكثر من 1 مليون سنة، وقد كان للموقع الجغرافي لفلسطين دورا مهما في جذب الجماعات البشرية بسبب توفر المياه العذبة ووقوعها بين القارات الثلاثة آسيا، أفريقيا وأوروبا. لذلك يعد موقع تل العبيدية أقدم المواقع الأثرية التي سكنها الإنسان الفلسطيني في منطقة جنوب غرب بحيرة طبرية، ويعود هذا الموقع بتاريخه إلى 1,400,000 سنة. فلسطين أرض غنية بمصادرها الطبيعية والبشرية. لقد تم تقدير عدد المواقع الأثرية في فلسطين بحوالي 32,000 موقع أثري وتاريخي، 12,000 موقع أثري منها توجد في الضفة الغربية وقطاع غزة. جميع هذه المواقع الأثرية مهمة كونها تشكل جزءا مهما من التاريخ الثقافي الفلسطيني القديم، بغض النظر عن الدين والعرق والسلالة التي ينتمي ويعود إليها هذا الموقع الأثري. بدأت التنقيبات الأثرية في فلسطين في القرن 19 ميلادي على يد علماء آثار غربيين وأوروبيين بهدف دراسة بدايات الدين المسيحي وجذوره التاريخية. إلا أن أول الأعمال والمسوحات الأثرية في فلسطين تمت على يد إدوارد روبنسون في عام 1838، حيث كانت تهدف إلى ربط التوراة بجغرافية أرض فلسطين. كما تأسست جمعية صندوق استكشاف فلسطين عام 1865، والتي هدفت إلى رسم خارطة لفلسطين من منظور توراتي. في الفترة ما بين 1871-1878 تم نشر 3 مجلدات بعنوان مسح غرب فلسطين على يد كل من علماء الآثار كوندر وكيتشنر. آثار فلسطين بين الحرب العالمية الأولى والثانية. تم تأسيس دائرة الآثار الفلسطينية في عام 1920 من قبل الإنجليز، وكانت جميع التنقيبات الأثرية في فلسطين خلال هذه المرحلة منسجمة مع التوراة والنص التوراتي. إلا أن أهم مميزات هذه الفترة هو انقطاع جانب كبير من التنقيبات الأثرية وتوقفها بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى والثانية. آثار فلسطين خلال فترة الحكم البريطاني تم إجراء مسح شامل لفلسطين، وكان من ضمنها مسوحات أثرية تعود لفترة ما بين 1944 ل 1945، وتم نشر نتائج هذه المسوحات في 3 مجلدات. أما وضع علم الآثار الفلسطيني ما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد عملت عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيون على إجراء تنقيبات أثرية في فلسطين وفي مواقع كل من القدس وأريحا، وكان عملها يمتاز بأنه علمي بحت، وعرفت كاثلين كينيون بعدم تحيزها للمنهج التوراتي، وكان تفسيرها للمكتشفات الأثرية على أسس علمية صحيحة ومحايدة بعيدا عن النص التوراتي. أما خلال فترة الحكم الأردني، فقد أجريت بعض التنقيبات الأثرية في بعض المواقع الأثرية في الضفة الغربية، وأما في قطاع غزة فقد كانت تحت الحكم المصري. وضع آثار فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية بعد عام 1967، حيث فرضت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية
وقطاع غزة بالفترة ما بين 1967 لعام 1993. شهدت بداية السبعينيات من القرن الماضي تأسيس أقسام متخصصة في مجال الآثار، فقد كانت جامعة بيرزيت الأولى في هذا المجال، وبعد ذلك في التسعينيات من القرن الماضي تأسس قسم الآثار في جامعة النجاح الوطنية والمعهد العالي للآثار في جامعة القدس أبو ديس. بعض المشاكل التي يواجهها علم الآثار الفلسطيني: أولا، استخدام الآثار لخدمة أغراض سياسية ودينية وتاريخية، يتمثل ذلك بادعاء الحركة الصهيونية مدعومة من قبل الدول الاستعمارية بالحق التاريخي لليهود في فلسطين. ثانيا، تقييد الدخول إلى المواقع الأثرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، فإن المواقع الأثرية في المنطقة سي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. ثالثا، تفسير المكتشفات الأثرية حسب آراء علماء الآثار، فغالبية علماء الآثار الذين عملوا في فلسطين كانوا من الغربيين والأوروبيين المنحازين للمنهج التوراتي. ومن أمثلة على ذلك عالم الآثار ويليام أولبرايت الذي ألف كتاب عن آثار فلسطين. رابعا، جميع التنقيبات الأثرية في فلسطين تمت على أيدي علماء آثار غربيين، وبالتالي حرمان أصحاب الأرض من حقهم في كتابة تاريخ بأيديهم. خامسا، عدم توفر الأدلة اللازمة من أجل إجراء تنقيبات أثرية علمية بسبب الوضع السياسي الراهن في فلسطين. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإنه يتم في كل صيف من كل عام إجراء تنقيبات أثرية تعليمية في الجامعات الفلسطينية، ومنها قسم السياحة والآثار في جامعة النجاح الوطنية الذي يجري تنقيبات أثرية في تل صوفر في نابلس منذ عام 1998 حتى الوقت الحاضر. وهنا بعض الصور التي تمثل تنقيبات الأثرية في تل صوفر في منطقة نابلس. الآن النتائج النهائية: انقسم علماء الآثار إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتبع المنهج العلمي، حيث لم تتوصل التنقيبات الأثرية إلى العثور على أي شواهد أثرية تدل على مكان وجود هيكل سليمان، فقصة هيكل سليمان عبارة عن مجرد أسطورة. الثورة المكابية لم تحصل أبدا في تاريخ فلسطين القديم، وإن حصلت فقد كانت عبارة عن ثورة فلسطينية ضد الاحتلال السلوقي، لذلك فهي في أغلب الأحيان قصة أسطورية. وهنا الحديث عن هيكل سليمان وعدم وجود مكتشفات أثرية تدل على مكان وجود هيكل سليمان. أثبتت التنقيبات الأثرية التي أجرتها عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيون في الخمسينيات من القرن الماضي أن مدينة أريحا وسورها لم يكن مدمر عند دخول بني إسرائيل إلى فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وبالتالي هذا ينفي صحة الرواية التوراتية بتدمير مدينة أريحا على يد بني إسرائيل وسقوط سورها. من الأمثلة على علماء الآثار الذين اتبعوا المنهج العلمي في فلسطين كاثلين كينيون، وفي عنا آخر اللي هو إسرائيل فينكلشتاين. ماذا نريد نحن كفلسطينيين؟ أولا، السيطرة على جميع المواقع الأثرية والتاريخية في الضفة الغربية. ثانيا، إعادة كتابة تاريخ فلسطين من قبل باحثين فلسطينيين وفق منهج علمي سليم. ثالثا، حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمحميات الطبيعية من اعتداءات الجيش الإسرائيلي. ورابعا، نريد أن دولة فلسطينية مستقلة حسب القانون الدولي والشرعية الدولية. وشكرا.